هذا الدرس إن شاء الله بدنا نتكلم فيه عن ثمار الاستغفار وسورة البقرة. متى تأتي ثمار الاستغفار وسورة البقرة؟ نبدأ ببركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي الكرام، متى تأتي ثمار الاستغفار؟ هناك بعض الإخوة والأخوات يعلق بتعليقات لي 3 أشهر أستغفر ولم يتغير شيء، أقرأ سورة البقرة، أخذوا الأمر يعني هكذا كل الدين معا، وأنا ما قلت هذا الأمر، يعني كان في كمان تعليق تبين أمور جدا مهمة في التعليق لهؤلاء الذين يقولون لم نقطف ثمار. أول شيء، هذه القناة اسمها بلغ عني ولو آية، يعني بدك تعبد الله بكل شيء ولكن تتخصص بكمان شيء اسمه الاستغفار أولا. فهمت؟ ما منعتك انك تعبد الله وتقرأ القرآن وتعمل كل هذه الامور، لكن انا بقول لك بدك تتخصص تصل بالاكثار 30,000 31,000 40,000 استغفار، وهذا لا يأخذ وقت منك لكنه الذين جادوا فينا. المهم، ألا يزال لسانك رطب بذكر الله. نعم، قطفنا ثمار في هذا الباب ان شاء الله، وليس من تحديد الاوراد، ليس من باب تحديد الاوراد، فمنا نعيش آية حتى نقطف ثمار هذه الآية. وهناك إخوة يقطفوا ثمار سريعا وهناك يتأخروا. إخوتي الكرام، والله إني لكم ناصح أمين، أقسم بالله ما قامت هذه القناة إلا لأنصح لكم لهذه الأمة التي يعني التشرذم يا جماعة الخير بين الأخ والأخو، بين الجار والجار، بين الإخوة بين الأحباب. نحن نتكلم كلام على الملأ على السوشيال ميديا إنه نحن نحب هذه الأمة ولكن لا نحب بعضنا البعض. نعم، عندما تعيش آية، عندما تعيش آية وتبدأ تضبط نفسك، تضبط نفسك نعم بأخلاقك، أنت مرآة لدين الله، لا يعطيك الله حتى تكون مرآة لدين الله، إن كان في المنظر أو كان في المعدن أو في قولك أو في فكرك أو في أي شيء ما بينفع. خلينا أبين لك، أنا قلت لك أنا بال 2015 شمرت وأقبلت على الله بكلي وتركت الذنوب وعبادة كل الوقت. فهنا في رسالة معنا من أختنا أم رفيدة من أحد الأخوات التي تقرأ سورة البقرة 4 مرات وتستغفر 30,000 استغفار، مش من باب تحديد الأوراد، من باب التجربة. جميل، لكن تعاني. سنشوف ليش، لماذا هي تعاني، نسمع لماذا هي تعاني. والإخوة والأخوات الذين يعلقوا، يا جماعة أنا بدي أقول لكم أنتم المتابعين الذين عندي، لما تقرأوا تعليق لي 4 أشهر أستغفر ولم يحصل شيء، اعرف أنه مصر على شيء. لا يمكن، لربما هو قاطع رحيم، لربما هو مدخن، لربما هو ظالم لأولاده، لربما هو ظالم لزوجته، لربما هو إنسان يظن أنه خير من الناس، لربما عمل سحر في الماضي لشخص معين وبل لا زال السحر مستمر، لربما طلق يعني زوج من زوجة بكلمة، الله أعلم. الله حكيم، الله جل في علاه، عليك أن تقبل بكلك، كلك لله. الله لا يرضى الأرباع والأنصاف. قال أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله؟ قال إذا تكفى همك، فيش أرباع. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يريدك أن تكون داعية. بماذا؟ بما تقرأ وتنسخ؟ لا يا أخي، بده إياك تعيش الآية. الله أتى بك لهذه الآية. لو كان بده إياك تصير أنت فنان بالبورصة أخذك على البورصة مثلا، لو أرادك أن تكون يعني بالسياحة أخذك على السياحة، الله أرادك أن تكون هنا تبلغ آية، فجاء إلى هذه القناة بلغ عني ولو آية. كم المدة تبعت الآية حتى تقطف ثمارها؟ أخي أنا استغفرت 2 شهر لم يمطرني الله. سيمطرك الله، لكن تفقد ذنوبك. طب أنا استغفرت وعملت كل هذا عندما كان عندي السحر، رحت أتبعت عمل صالح. نعم، مش قلت لكم المقايضة أن أعمل عمل صالح وأطعمت القطط لوجه الله؟ ما كنت أنا أطعمهن دائما، فذهبت إلى الدكان وشريت طعام خاص لهم من باب إنه شفتني يا ربي، هل رأيت يا ربي إني أنا قمت من البيت رحت كلفت حالي فلوس وشريت لهذه القطط خالصا لوجهك الكريم؟ شو بدي يعني بدي يكونوا معي يعني القطط؟ لا، لله. فسألت يا رب إن كنت تعلم إن هذا الأمر كان خالصا لوجهك الكريم فأبطل عنا هذا السحر هذا الذي كسر ظهري، والله أبطله. هناك تتفقد، وين العيب اللي فيك؟ مش العيب في الآية، ليس العيب بالاستغفار، العيب فيك أنت، على ماذا مصر أنت؟ لازلت مصر. هنا عندنا أخت الذي تكلم عنها، أختنا أم رفيدة، أخت تقرأ سورة البقرة 4 مرات
وتستغفر 30,000، لكنها مصرة على التكشف، هي متكشفة. وبها يا أخي ثمار، من يغلب من؟ الله يغلب ولا أنت تغلبين الله؟ ولو قرأت وحفظت كتاب الله ما بينفع يا جماعة، ما بينفع إلا لس حتى تأتي صاغرا إلى الله مخبتا أواها منيبة. نعم، تعود إلى الله كما يريد الله، مش لهم مش يعني يا رب أنا بعطيك الاستغفار، يعطيني كل شيء، لا أريد أن ألبس اللباس الشرعي، ولا أريد أن أنتهي عن النمص، ولا أريد أن أنتهي عن الغيبة ولا عن النميمة، أنا بستغفر، اعطيني ما أنت وعدت. لا يا أخي، مش هيك الأمور. فلا تلوموا وكأنه هاي تدوينتكم، التعليق الذي تكتبونه هذا سيكون شاهد عليكم يوم القيامة، لأنكم تضللوا الناس في هذا التعليق، تضلل الناس، يعني وكأننا نستغفر، يعني جديد حد يقول يا في فلان بيستغفر الله يقطف ثمار. أخي الكريم، كله هذا وعد الله، لزوال الكون عند الله أهون من أن لا يحقق وعوده، صح ولا مش صح؟ قادر الله، لكن أنت كم امتثلت؟ أنا امتثلت بكل، تركت التدخين، تركت كل السقطات، أقبلت على الله بالليل والنهار، استغفار، صلاتي كلها في المسجد، صدقات، قراءة قرآن، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، أعطيت كل شيء، كل الذي أستطيعه، 24 ساعة فقط الساعات التي كنت أنامها. يعني أنت بتشتغل، فاجعل شغلك عبادي، وانت تعمل، نعم اعمل، انت بتطبخي في البيت، اجعل عبادتك، مش انه كلياته تأفف، تتأفف على زوجك وتتأفف على اولادك، ولا ومرت عمك وزوج اهل زوجك، وتؤذي زوجك على اهله، وهكذا لازلت تعيشي نفس الحياة. لا تسارعي في خيرات، خلينا نمتثل لأوامر الله. متى تأتي الثمار؟ عندما تمتثل لأوامر الله وتعيش الآية في حذافيرها. فقلت استغفر ربك وإنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، سيرسل السماء بالصحاري، شو رأيك؟ وقد ترى المطر في الرؤى، وسيأتي المطر إن شاء الله. هل يعطي الله قبل المطر؟ نعم، قد يعطي الله من باب إنه يعني يقول لك إياه، تعال يلا تعال تقرب إلي يا عبدي، لأن تقربت إلي شبرا تقربت إليك باعا، الله يقول لك تعال. نعم، أنت بالطريق الصحيح، لكن ماذا تفعلين أنت؟ لربما انفرجت قليلا، تترك كل شيء، خلاص أنا انفرجت، أنا مش بحاجة أظلني أستغفر. وأنت ما تطلب منك أنك تبلغ آية، تخرج إلى الناس، تأمر بالمعروف، تغير حال هذه الأمة، لا تبقى عايش لنفسك. كنتم خير أمة، ما قال كنتم خير شخص، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فالتعليق الذي يكتب لي شهرين وأنا أستغفر لم أتأت منه شيء أو أي شيء، فليتفقد ذنوبه. والإخوة الذين يتابعون ويقرؤوا هذا التعليق فليعرفوا أن هذا الإنسان بيئله معصي، أو لربما في شيء كبير لا زال أو عمل مرة شيء، ثم سنين 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 مضت وانت تذنب وانت تسب وانت تشتم وانت تطعن في الناس، وبدك إياها بشهر يمحالك إياها الله. نعم، ذنوب أحصاها الله ونسيناها. فيا أخوتي الكرام، يا أخوتي الكرام الذين يكتبون هذه التعليق، هي شهادات لله. إذا أنت بدك تضلل، أنت لازلت مدخن مثلا، أنا تركت التدخين، نعم بدأت وتتركت التدخين، تعرف مين اللي بيسلط عليك التدخين؟ الله. عندما تستعين بالله سيخليك تنسى التدخين، والله بيسلط عليك كل هذه الشياطين وكل الأسحار وكل الأمراض وكل الأسقام، كل شيء يسلطه الله عليك. ولا تقول لي علي سحر 20 سنة، أنت مصر 20 سنة، أنت متكشف أو متعرية 20 سنة، أنت تغتاب وتدخن وتعمل كل الأفعال، ما خلقك الله مع سيجارة. فيعني لو كان شيخ يتكلم معك على 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 التدخين وهو بحياته ما دخن، لا أنا دخنت وتركت التدخين والحمد لله، أنا أقرف من التدخين اليوم بفضل الله. فعندما تستعين بالله على كل شيء سيعطيك الله إياه، كل شيء. لكن انت خايف من السحر والسحرة، مش خايف من الله. يا اخي تعامل مع الله بهذا الامر، تعامل بالدين مع الله، خلص انا داعب الله، انقض عني الدين ولا ان لم يقض الدين، لكن انت عبادتك مشروطة. يلا انا بفقد يعني اشوف، استغفرت شهر لم يمطرني، ما اعطاني فلوس، بطلت استغفر. الله بيعلم ولا لا يعلم؟ يعلم انك انت عمال تستغفر استغفار مشروط، لكن خلاص فهمنا ان نحن عم ابو احمد علمنا انه احنا بفضل الله احنا
لما نستغفر إحنا يوما ما إن شاء الله سنصبح مستجيبي الدعاء أولياء الله. كل حديث قرأناه فهو فيه وعد سيعطينا الله إياه، مش كل يوم جعلنا رمضان ندعو الله كل يوم إلنا دعوة مستجابة في رمضان، ولا يستجيب الله ولا لشيء عنا خلالة القدر، ولا يقدر الله شيء إلا أسوأ من السنة التي مضت. وهكذا والأمة في ذيل الأمم، والأمة مهزومة مهزوزة لا يؤبه بها، وأنت لا يؤبه بك، وأنت عايف حالك ويعني مخاصم كل الذين من حولك، وبالآخر تبكي لي على منطقة معينة تحت القصف. يا أخي هذا نفاق، يا أخي هذا ذو وجهين، أنت ذو وجهين، أنت مخرب الدنيا حواليك في حارتك، وبعدين تخرج للناس تبكي. أصلح، كن أنت مصلح، خليك مرآة لهذا الدين، خليه إذا نظر الله إليك رآك في المكان الذي يريد أن يراك، عندما يؤذن أنت في المسجد بتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، بتحب المسلمين، تحب الخير، ما مش حاسد، مش تكتوك للدنيا، تفقد نفسك، امتثل لأوامر الله، زين في ميزان الله، بدك عطاء الله، زين في ميزان الله، ما منعك الله إلا أن أنت بزين بميزانك، ميزان الناس، ماذا قال عني الناس، ماذا قال عني فلان، ابدأ زين، ماذا يقول عني الله جل في علاه، هل أنا بت اليوم وأنا الله راضي عني، بدك تستحضر ذنوب اليوم، اليوم جميل، أما تستحضر ذنوب الماضي لا، لا تستطيع. فنام قرير العين إنك أنت ما أخطأت، أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، هكذا قرأت قرآن، قرأت سورة البقرة، استغفرت، لزمت الاستغفار، صليت في المسجد، نعم تصدقت، هذا هو عد على نفسك. اجعل الله يراك أينما يحب أن يراك. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، نعم انظر فيما أقامك الله، بيش أنت شو عمال تشتغل، شو شغلك. فإذا أنت بتبدي شغلك وتفكر أنه رزقك على هذا الشغل أنت غلطان، لا والله أقسم بالذي رفع السماء بالعمد، أنا اليوم خلصت هذا الشغل اللي كنت أشتغل فيه الحلو، خلصته، بعت المحل، بعت كل اللي في المحل، عمال أبيع كل البضاعة اللي في المحل، رزقي اليوم أفضل من كل السنين التي مضت. ليه؟ عشان تفهم. نعم احنا نأخذ بالأسباب، احنا نركض على العمل، نبدل العمل، ولكن اني انا ابيع ديني عشان هذا العمل والرزق قد كتبه الله في بطن امي. خلينا نسمع هذا عشان ما يطولش الدرس، رسالة اختنا ام وفايدة لهذه الاخت وللجميع. نعم هي رسالة للنساء الذين في جروب النساء، الاخوات الذين يعني بيسألوا عن جروب النساء. انا دائما 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 اضع روابط قنواتي وهذا الجروب كذلك النساء على التعليق الاول في كل درس جديد، كل درس جديد، وإذا ذهبت للدرس الذي قبله ستجد، افتح التعليق الأول على اليوتيوب أو بالفيسبوك، افتح العنوان ستجد الروابط، ادخل عند النساء للنساء فقط. أنا مش منتسب عند النساء عشان ما تفكرش أني أنا منتسب عند النساء عشان رجل يدخل عند النساء، كله تسبيح واستغفار لسورة البقرة، وهم يعني كلام على الاستغفار سورة البقرة. فبيبقى العنوان الرابط هناك على التليجرام. الواتساب يا جماعة انتلأ، الواتساب لا يسمح أكثر من 1020 شخص، انتلأ من أول يومين ثلاثة فما استطاعوا أن يستوعبوا، انتقلوا إلى التليجرام. التليجرام يسمح إلى آلاف مؤلفة، فهمتوا شو الفرق؟ فموجودات على التليجرام، وأنا موجود على التليجرام، وفي عندي جروب على الواتساب، وعندنا جروب للأولاد للأطفال يعني مع أختنا أم رفيدة والأخوات يعني مشرفات وكل شيء ما شاء الله تبارك الله. هناك يعني نعم، المهم سيكون بالتعليق الأول. خلينا نسمع هذه الأخت المصرة التي تقول إلى متى وتبكي وتشتكي. ستغلب الله أنت، ستغلب الله أنت يعني يا أختي. خلينا نسمعها وننهي هنا، جزاكم الله خير. دائما إذا في تعطيل سارع بخيرات، إذا أنت بتظن أنك على خير وما بتظن أنك أنت خير من الناس، وأنك أنت عمال صرت تفكر حالك أفضل من الناس، لا نزكي أنفسنا، والله لا تزكي نفسك في غلطة واحد يسامح الله كل شيء بتفكر عملته. بال2015 كلمة واحدة من أين لك هذا أبو أحمد؟ قلت الاجتهاد، اجتهادي محى الله كل شيء، أبطل الله كل شيء عني، كل هذه الهمة هدمها. تعملش معروف أنت لله، عيش هذا الشيء، إيش إن الله ليس بحاجتك، أنت بحاجة الله. كلما تقربت إلى الله كلما أعطاك أكثر، كلما حياك حياة طيبة كريمة. مش أنا بتشوف أنت مرسيدس عمال يحطوا عناوين على مرسيدس، معناه يصير عندك مرسيدس. أنا معيش مرسيدس، لا أملك مرسيدس، لكن أملك حياة طيبة كريمة وأموري ما شاء الله تبارك الرحمن، الله كفيني أعيش في جنة القرب. بدك هيك يعني يا أخي؟ الحمد لله رب العالمين، ما سألت الله بشيء اللي أعطاني إياه.
لا أحتاج إني أسأل يا جماعة، لا أحتاج إني أسأل ولا شيء، أقسم بالله لا أسأل عن شيء. الله يعطيني أنا أستغفر. مش قال ابن تيمية خير الدعاء والاستغفار؟ ليش؟ لأنه يحرمك الله رزق أو يحرمك صحة وانت مستغفر، لا يعذب الله مستغفر. افهم بس، امشي، اعمل الطريق هكذا. احنا اليوم هنا في فلسطين، اعمل الطريق هكذا، بدنا نروح على 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 الحرم المكي، نروح على المسجد النبوي او على على مكي. فان انا بدات السير من هنا الى هناك لربما اغير الطريق واقول تعبت خلاص بدي ارجع. لكن ان انا ذهبت لهناك مباشره ورمينا السفينه وبدي ارجع مشيا الى فلسطين، انا مجبور اكمل المشوار، ما فيش بدي ارجع. يعني فهمت علي؟ فمشوار بدون رجعه، مشوارك بالاستغفار بدون توقف، بدون توقف مع سورة البقرة بدون توقف. مش فكر انت ماخذ لهدف، لا، في عطايا صحيح، في حياة طيبة كريمة صحيح، لكن ما بينفع انك انت عمال. الله يعلم، يعلم خبايانا، يعلم اسرارنا، يعلم كل شيء، يعلم خبثنا، يعلم تفكيرك. هل تفكيرك في امي ولا تفكيرك في نفسك؟ يلا خلينا نتوب إلى الله ونأخذ الاستغفار من باب الطريق الذي ما بنرجعش منه حتى نلقى الله، وكذلك سورة البقرة. وعندما نصف النية ونعبد الله كما يحب الله ويرضى سيعطينا الله مسألتنا. ثم انتهي إذا بدك تعيشي جميلي، يعني كل رجل بشوفك ينظر إليك ويشم ريحك. الله بيعطيكي، عشان أقول لك أنا هنا، أنا اللي معطي، لكن لن يفتح عليك إلا إذا قلبك بدأ ينبض الإيمان به. ما هي الفتن تعرض على القلوب عودا عود كعود الحصير، فأي قلب اشربها تنكت فيه نقطة سوداء. فهذا هذه الفتنة، إني أنا متزينة متبرجة جميلة عمل فلوس كذا، هذه ستبقى تجعل القلب لا يصر لا لا لا, لا يقر. أنا أقرأ 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 أقرأ، ما في حفظ لكتاب الله وظلوا، ما في ناس، ما احنا الأمة بدليل الأمم، عنا ما شاء الله تبارك الله، أين الخلل؟ نعبد الله كما نريد، عندما نتوب إلى الله ونمتثل لأوامر الله سيعطينا الله. نسمع القصة، نسمع الكلام لأختنا أم رفيدة وننه هنا. من كان له تعليق فليعلم إنها شهادة لله، فهو يشهد أمام الله عن هذا، إني أنا وجدت كذا من الاستغفار أو لم أجد كذا. فلا يضلل الناس وهو خربان، هو لازال مصر، هو لازال يظلم أولاده، هو لازال لسانه مختاب. جاء لك رمضان، ضبطوا عنشان ليلة القدر، يقدر الله يقلب موازينكم. أنا في 2015 انقلبت موازين أموري بعد ليلة القدر، مع إني أسأت الأدب، لأن الله وفى عهده، وفى وعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سبق وأرسلت لك رسالة من أخت شابة تعمل في فندق، وهي مع الأسف بدون حجاب، وهي مستمرة على سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سبق وأرسلت لك رسالة من أخت شابة تعمل في فندق، وهي مع الأسف بدون حجاب، وهي مستمرة على سورة البقرة، صار لها 8 شهور أو حدود 8 شهور، نسيت هذه التفصيلة، لكنها ما يفوق 6 أشهر، وهي مع سورة البقرة 4 مرات يوميا. يعني خلينا نفهم انه هذه الاخت بتقول هكذا، اني انا مع الاستغفار كذا وكذا 6 أشهر مع 30,000 استغفار واربع مرات سورة البقرة، هي شهادتها. هي هنا اختنا ام رفيدة بدها ترد عليها، لانه هذه الاخت متكشفة، الاخت متكشفة لا تريد ان تلبس الحجاب الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سبق وأرسلت لك رسالة من أخت شابة تعمل في فندق، وهي مع الأسف بدون حجاب، وهي مستمرة على سورة البقرة، صار لها 8 شهور أو حدود 8 شهور، نسيت هذه التفصيلة، لكنها ما يفوق 6 أشهر، وهي مع سورة البقرة 4 مرات يوميا، لا تفارق سورة البقرة 4 مرات يوميا، لا تفارق تاج الذكر، لا تفارق الاستغفار، عندها سقف الاستغفار لا ينزل تحت 30,000، ولكنها في عراك دائم، وفي يعني كل ما يوميا بتشغل رقية. الآن أنا متابعتها من كم، يعني يمكن من حوالي، يعني ماني عارفة، من لما أنا معكم خليني أقول لك 3 شهور، حتى ما
أنا متابعتها من 3 شهور، هي صار لها مع صوت البقرة كثير كثير كثير، لكنها بدون حجاب، وتعمل في فندق، وفندق فيه رجال، يعني أكثر رواد الفنادق هم خلينا نقول من الرجال. وأنا غلبت معها حقيقة، غلبت معها حتى أفهمها أنه الحجاب فرض، فرض، لا تناقش الحجاب، الحجاب هو فرض، ليس فضلا، ليس فضلا منك، الحجاب أولى من الذكر الذي تذكريه، حيث أن الذكر لم يأتي فيه أمرا، ولكن الحجاب أتى فيه أمر، فسبحان الله، أمر رباني يرفض، وهي تعتقد أنها بخير وأنها على خير وأن الله يحبها وهي تحب الله، وهي تعاني تعاني، يعني أول ما تشغل الرقية بتشغل الرقية ليلا نهارا، تبدأ كل شيء يعوج فيها وتتشنج وما أعرف شو، وهذا مستمر مستمر مستمر. إلى متى؟ إلى متى هذا الأمر مستمر؟ يعني سبحان الله 4 مرات سورة البقرة، مو شهر مو شهرين، يعني قرابة الآن مقربة على سنة، ومو هي لوحدها، هناك أخت أخرى كذلك، ولكن أنا هاممني كثير أمر هذه الشابة. هذه الشابة يعني أمرها صعب، يعني ما هي قادرة تتخلى عن الفندق لأنه فيه بتأخذ أكلها جاهز وفلوسه مليحة، وطبعا رافضين الحجاب، وهي في وضع فيه اختلاط. أنا لا 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 أتكلم عن أخلاقها أبدا، أخلاقها فوق الممتازة، أخلاقها فوق الممتاز، لكن لا، هي فكرة أنه هي لما تنزل، أنا هاي الفكرة اللي أنا يعني استشفيتها من خلال كلامها، هي يوميا بتنزل بدون حجاب، أوكي، هي يوميا عرضة لسهام من سهام الشيطان، وهي يوميا عرضة لأعين كل من هب ودب، وهي يوميا تعمل في مكان مليء بالرجال. طيب هي ما هي قضية أسحار، هي أنا بس لفت انتباهي هذا المنشور حول تجديد الأسحار فتذكرت هذه الشابة. ف يعني معقولة واحد قاعد عند الساحر، ما الساحر هذا ياخذ فلوس، بيشتغل لك بيشتغل لك بيشتغل لك يوميا. هذه الشابة خلاص يعني قرابة السنة، يعني هذه لو نشرنا قصتها كارثة، يعني الناس بيشكوا في الموضوع، وأنا حاطت لي منشورين أو 3 بهذا الخصوص، أنه مع سورة البقرة وكذا شهر وما مشي حالها، فأنا صرت أشيل المنشوراتها وأروح لها على الخاصة أتكلم معها. فلازم أنه تتكلم في هذا الموضوع أخي محمد، أنا طلبت منك أن يعني أفرد حلقة كاملة بهذا الخصوص. أنت مالك حرام؟ والله قرأت سورة البقرة أو قعدت، ما يغير في ذلك شيء. أنت بدون حجاب، الله يختار أولاً، إذا ما كان الله أولوياتنا خلاص انتهى، يعني الله يأتي بعد الشغل، الله يأتي بعد هذا اللبس هذا، والله يأتي بعد هذا المال وبعد هذا الأكل اللي تأخذه جاهز، يعني الله يكون آخر أولوياتنا؟ وأنا بقولها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وتقول لي أنا أين أذهب؟ أين كيف أعيش؟ كيف تعيشي؟ هل تعطي أنه هذا الرزق اللي أنت بتأكليه هذا من أبوك أو أمك؟ ورزق أبوك من أمك مو من الله، أنت من رزقك الآن يرزقك بعد ذلك، ومن ترك الشيء لله وضعه الله خير منه، خيرا منه، لا يوجد يقين مع الأسف، لا يوجد يقين. وأنا غلبت معها، أنا قلت لها أنا شخصيا تركت العمل، تركت العمل اللي بدخله أنا في اليوم، مستحيل أنت بتدخليه في اليوم، وكنت شغالة وعين الله علي، لكن تركت لله، مو تركت لأنه شغلي فيه محرمات أو العياذ بالله، لا 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 أبدا، أنا كنت في مكتب ومحترمة وبسير حضانة وعندي فلوس وبقدم استشارات، وبتأتيني كل يوم الاستشارات وفيها فلوس كثير حلوة، لكن زوجي قال لا أريدك في البيت، خلاص لم أناقش، خلاص ما ناقشت الموضوع. لما الله يقول لا أدري لماذا، يعني قاعدة تناقشني وترسل لي في رسائل وتقول لي زعلتيني، وأنا حتى امبارح بكيت واليوم بكيت، ولكن مستمرة تبكي، ولكن مستمرة. هل تريدون طبطبة؟ إذا حبيت أخي محمد يعني تنشر هذا المقطع أنشر، هل تريدين طبطبة على حساب الله؟ أختي الكريمة الغير محجبة، هل تريدين أن أطبطب عليك؟ أن أنافقك؟ أن أكذب عليك؟ أن أغشك؟ أنا أقول لك أنت أنا أناقش معك حتى الحجاب، مو كل حجاب حجاب، إذا ما كان فضفاضاً لا يصف ولا يشف وليس بثوب شهرة، فهذا الخمار غطى الرأس نازل نازل مغطيكي، ساترك ساتر كل ما قد يلفت الانتباه فيكي،
فلا تكلميني عن الحجاب، فهذا نفسه حجاب يناقش تحت، يطرح يوضع على الطاولة ويناقش كملف، فما بالك بدون حجاب، شعر عالي وبنطلون وما نعرفش لابسة وربما معطرة وربما متمكيجة وربما هذا، وتقولين لي أنا مداومة على صورة البقرة. أنت ما تعمليه في الليل خلص تمحيه في النهار، سبحان الله، هذا عملك هذا لا يقبل، لا يقبل. تريدون تجارب حقيقية، تجارب شخصية؟ أنا من 2006 إلى قرابة يعني لما دخلت مع أخونا محمد حجازي كنت بقرأ صورة البقرة، في معجزات تحققت، لكن على مستوى المال، على مستوى راحة البال كذلك، سبحان الله، لما رافق الاستغفار صورة البقرة كأنه الإنسان ذهب صاروخ، ذهب حلق بشكل لم يكن متوقعه. يعني يا سبحان الله، حتى الأشياء التي لا نفكر فيها، نفكر فيها فقط بفضل الله عز وجل وجل في علاه، تأتينا تتحقق بمجرد التفكير. أنا يعني أعذروني، أنا اليوم فعلا فعلا يعني الواحد أحيانا يشعر بالغضب، يعني إحنا نغضب، على فكرة نحن نغضب. لا تستهلكيني كاستشارة، يعني كل يوم كل يوم كل يوم تريدني أن أقول لها ابقي بدون حجاب وأنت جيدة، أنت على خير. أنا لن تسمعي مني ذلك أبدا، بل سأكون دقيقة وحريصة وأقول لك حتى الحجاب اللي أنت إذا أكرمك الله ارتديتيه فاحرصي على أن يكون حجابا شرعيا، هذا الألوان وهذا الذي يصف جسدك وهذا الذي ما يكون فضفاض وهذا اللي ألوانه من يعرف لماعة براقة على ثوب شهر، على لا، هذا ليس حجابا، هذا من المنكرات، هذا لافت الانتباه أكثر من أي وحدة لابسة عادي وما هي محجبة. فيا ابنتي يا أختي، أنا لن أقول يا أمي هنا لأني أنا لست إنسانة صغيرة، أنا جوزت 50 سنة، لمن أيضا يسألوني على الخاص عن عمري وعن حياتي الخاصة، نحن هنا ليس لنا ننشر حياتنا الخاصة، أنا أم لست أطفال، يلا حتى لا تأتيني هذه الأسئلة، وسيدة متزوجة ولدي 6 أطفال وسني تعدى 50، يعني خلاص هرمنا لأجل هذه اللحظة. فأختي وبنيتي احرسي، الله لا نلعب معه، الله لا نلعب معه، والدين جاء كله كلية، خذيه بالكلية وإلا ستندمين، والله ستندمين، وترين الله يمهل، وخص ذلك الذي وصلت له المعلومة. أنت تعرفين جيدا ما عليك فعله ولكنك تتعمدين معصية الله. والله اقرأي حل، اقرأي سورة البقرة حتى 20 مرة في اليوم، 100 مرة في اليوم، وتخرجي بدون حجاب، أنت سيكون ذلك العمل وبالا عليك. هذا إذا لم تكتبي عند الله منافقة، ها؟ قد تكتبي عند الله منافقة. فهذه أنا رسائل تأتيني بهذا الشكل، تهزنا تغضبنا، ثم يطلب منك أنه يطلب منا أن ننافق. لن أنافقك بنيتي، سأنصحك، سأكون لك من الناصحين. لماذا كذلك؟ لأن والله لا نضمن أنفسنا، قلوبنا بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بين لحظة وأخرى يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا الأمر ليس بأيدينا، ولكن أنت تعرفي، جاهدي نفسك في هذا، المعلومة لديك، الاستشارة لديك، نحن متاحين لك تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة فقط، الفترة التي ننام فيها. والله تصلنا رسائل بقيام الليل لأنه في اختلاف توقيت، ونرحب بذلك ونجيب على الأسئلة الأولوية في المهم في الأقل أهمية، هذا هو شكل الإجابة، سواء أنا والأخت أم محمد، وإحنا في الاختصاص لا نأتي بشيء لا نعلمه، في صلب الاختصاص في الاستشارة النفسية والاستشارة الاجتماعية والاستشارة الدينية، لا نعبث هنا، نأخذ الأمور على محمل الجد. آسفة على الإطالة، ولكن هذه الرسالة تستفز. لدينا حالتين، يعني حالتين يتواصلوا معي أنا شخصيا، لا أدري أم محمد إذا عندها هذه الحالات، لأنه يتواصلوا معها حالات كثيرة جزاها الله كل خير، مشرفتنا الفاضلة أم محمد، ولكن حالتين أنا صراحة يهمني أمرهم، وحالة ربما منهم يهمني أمرها كثيرا كثيرا كثيرا. فالفرائض لا تناقش،
الفرائض خط أحمر، والعلاقة مع الله يجب أن تكون راقية في منتهى الصفاء. لو أنك مع مديرك في الشغل، هذا صاحب الفندق، لا كنت حاولت أنك تكوني على أحسن ما يرام حتى تبقي في هذه المهنة، ولذلك بقيتي فيها. مع الله تقومي بالأعمال نص نص، مع الله تزيفي هؤلاء، يعني مثل الذين قيلت فيهم الآية، اللهم يا ربي ذكرني في الآية، يعني يأخذون من الدين بعضه ويتركون بعضه، في معنى الآية يعني لا يعجبهم الدين كله، يأخذون ما يحبون ويرمون ما لا يحبون. والله لو قرأت المصحف كاملا ختمتيه في اليوم مرة أو أكثر، ونافقتي وزيفتي وتلاعبتي بحدود الله، الفرائض هي حدود من حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. نأخذ قصة على السريع دقيقتين وننهي إن شاء الله الدرس. نعم، امتثل لأوامر الله، يعني يعني وعيش عبدي كلي كما أريد أكن لك خيرا مما تريد. نعم، لئن امتثلت لأوامر الله سيرضيك الله، ستحيي حياة طيبة كريمة. أما هذه العبادة المنقوصة، عيش لنفسك، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هذا اللبس الضيق، ومن هذا هذه الشهرة، وهذا كل الذي تعيشه والعقارات والسيارات، الله أحب إليك. فامتثل لأوامر الله، واعلم إن الله جل في علاه لا يعطي للمسر، لا يعطي للمسر، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير يا أخي، تب إلى الله، شو بدك؟ لن يعطيك الله، يعني سيغير الله هذا، يعني إذا كنت بدون فلوس سيزيد عليك الأمراض، لم تكن يعني نعذبه العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا كنت بدون يعني صار فلوس، معكاش فلوس ومريض، لربما يقعدك فلا تذهب ولا تأتي. فتوب، ليه؟ عيش حياة طيبة كريمة. عشان إيش؟ عشان شوفوني يا ناس، عشان أنا رزقك انكتب، سيأتي الله بي من مكان آخر وفيه حلال. نسمع ونستمر. السلام عليكم ورحمة الله. بعد التزام سورة البقرة كانت عندنا مشاكل بالبيت، يعني الأطفال مع الأطفال، الكبار مع الكبار، الكبار مع الجيران، صغار بيتنا مع صغار الجيران، هكذا يعني. بديت أحل مشاكل يعني كطرق، مرات بأكل، مرات أعمل حلويات للأطفال في سبيل يكون متراضين، أجلب أشياء وعلى ما عليه أنا، فأجد مثل وجبة الأكل أو العشاء أنصفها بالنص بيني وبين جارتي، لكن لا جدوى. لن ينفع ذاك إلا بالهجران يعني نكران الجميل. فسبحان الله بديت حتى أرقي ماء وأنثر على البيت، فهذا ما جاي ينفع. فسبحان الله التزمت بسورة البقرة، وإذا بها جارتنا ترجع أفضل من الأول بألف مرة. سبحان الله التزمت بها من أول شهر انحلت المشاكل بيني وبين جارتنا. فسبحان الله بدأت تتودد وتتلطف، وأطفالها يعني يروحون ويجون علي بسهولة، وكانت يعني سبحان الله صعبة إلى أبعد حد، ورب سبحان الله بسطها انبساط عجيب. كذلك الرزق الحمد لله، اليوم أو الشهر أو الأسبوع اللي أقلل به من مخالطة الناس وفقط الالتجاء لله سبحانه وتعالى، أولادي سبحان الله ينصلحون، حتى صلاتهم بدون ما أذكرهم على الصلاة، من أن أبدأ بذنب بسيط أو حتى لو تأخير أو مخالفة، أو مثلا مرات تظهر على التيك توك مقاطع للضحك، إذا أتابعها مثلا مرة يعني أشوف مقطع، أو يعني عن طريق الصدفة مثلا أشوف يجوز أسبوع هيك أشوف الأولاد ينظرون لها مقطع، أنظر معهم أضحك معهم سبحان الله تنعكس عليه، فأبدأ بالاستغفار وأترك كل هذا سبحان الله ترجع أمور طبيعية. كان عندي ابني حارث عصبي، الحمد لله يعني برجوع الله سبحانه وتعالى هدأ، حيل هدأ، وبدت أمور الحمد لله تتحسن، ودراسته في فضل الله سبحانه وتعالى أفضل. كل هذا فضل الله سبحانه وتعالى والرجوع الله والاستغفار.
نعم، متى أقطف ثمار سورة البقرة والاستغفار؟ عندما تمتثل لأوامر الله وتعبد الله كما يحب الله جل في علاه، كما يحب الله ويرضى، ويكون الله جل في علاه والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، عندما يكون الله أحب شيء عندك وتمتثل لأوامره، نعم، وأن تعبد الله في درجة الإحسان، نعم، فدرجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، وحتى تصبح مرآة لدين الله بأخلاقك، بكلامك، بسلوكك، بصلاتك، بكل شيء، ناصح لهذه الأمة، مش أنا أنا أنا. بارك الله فيكم، وانتبهوا، تعليقاتكم شهادات عليكم، فسيحاسبكم الله عليها. فإن شهدتم شهادة زور وقلتم كلام، والله سيحاسبكم الله، ستبقوا أسوأ مما كنتم، لأنه ملايين الناس رأت تعليقاتكم. فلا يعني لا تغيروا من حقائق ما وجدتم. نعم، شهاداتكم يعني تعليقاتكم هي شهادة عليكم. جزاكم الله خير، توبوا إلى الله، الله رحيم، الله غفور، الله يحب عباده، سيعطيكم ويرضيكم، والله نتقلب في نعيم لا نسأل عن شيء. يعني الله كفينا، يعني الله كفينا. نعم، لماذا تكثر الأسئلة؟ لم كثر ذنوبك. لماذا يعني تفقد الأشياء التي تحتاجها؟ من كثر ذنوبك. يلا نتوب إلى الله ونعبد الله كما يحب الله ويرضى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.